بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار الاستعداد لمباريات المدارس العليا، اليوم ما شاء الله مع فيديو جديد. صراحة فيديو كنت مضطر أن نديرها حيث تلقيت مجموعة ديال الرسائل من الطلبة المنخرطين في العرض، ولا طلبوا مني أنني ندير دي فيديو على الكالكول ديال لي برودوي، حيث صراحة ديجا عطيت لي صوم وعطيت واحد التمرين في لاسيري 3 ولا لاسيري 2 جو مو سوفيان با، عطيتها وكان مشكل في الفهم ديال الريداكسيون ديال لا كوريكسيون. هادشي علاش انني ارتأيت انني ندير هاد لا فيديو باش نشرح لكم واحد مجموعه القواعد اللي كتخص لي برودوي كما درنا مع لي سون. دونك باش انني نشرح هاد لي برودوي حاولت انني ندير ان اكزرسيس فيه دو تيب ديال لي برودوي باش نحسبوهم بجوج ديال الطرق، اما الطريقه اللي كتعتمد على تحويل البرودوي الى انسان نحول الجداء الى مجموع، ولا بالطريقه المباشره يعني نسبو البرودوي بلا ما نديرو حتى شي تغيير على الجداء ديالنا. داكور، دونك نبداو ان شاء الله التمرين ديالنا. ففي التمرين ديالنا نطلب منا نحسبو واحد جوج ديال لي برودوي. عطاونا اس ان كتساوي البرودوي من كا كتساوي واحد حتى الان ديال واحد بلس واحد على كا، عطاونا كا ان كتساوي البرودوي من بلوتو هنا كا كتساوي جوج، باردون كا كتساوي جوج حتى الان ديال واحد ناقص واحد على كا او كاري. داكور، حيت حولت انا البرودوي من كا كتساوي جوج ماشي من واحد، حيت درت انا واحد واحد على واحد هي واحد، واحد ناقص واحد هي زيرو، يعني كنضرب كلشي غادي يكون زيرو، ضربت زيرو في كلشي غادي يكون زيرو، داكشي علاش درتو رديتو كيساوي جوج. داكور، دونك نبداو باول برودوي اللي هو هذا البرودوي من كا كتساوي واحد حتى الان ديال واحد بلس واحد على كا، ونشوف كيفاش غنتعاملو معاه. دونك اول تقنيه غادي نديرو باش نحسبو هاد لي برودوي ولا هاد البرودوي بالاساس هو اننا غادي نحولو الى مجموع. داكور، غانا عندنا اس ان كتساوي التقنيه دي عامه، تقنيه عامه نستعملوها في لي برودوي. الا عندنا الا كانت عندنا اس ان كتساوي لو برودوي من كا كتساوي واحد حتى الان ديال او كا، هاد او كا واحد لا فونكسيون بحال مثلا هنا او كا كتساوي واحد بلس واحد على كا. داكور، هادشي اون جينيرال. فالا دخلنا ال ان هنايا باش نحول البرودوي الى مجموع، حنا كنعرفوا اننا قرينا واحد الحاجه كتحول لنا جداء الى مجموع واللي هي داله ال ان، داله ال ان كتحول لي مجموع الى جداء. دونك الا دخلت ال ان هنايا يكون عندي ال ان ديال اس ان كيساوي لا سوم تاع ال ان ديال او كا. داكور، يعني هنايا البرودوي تحول الى سوم. فضروره تكونوا حافظين عن طريق هذه القاعده هذه باش انكم تمكنوا من حساب بعض الجداءات اللي كتقتضي انك تحولها الى مجموع. داكور، دونك نحاول نخدموا السؤال ديالنا الاول، نحسبوا هذا البرودوي هذا. وصراحه انا ارتأيت ان ندير حساب ديال هذا البرودوي بجوج ديال الطرق باش انكم تختاروا اللي تناسبكم وتستعملوها في حساب هذا الجداء. دونك اول حاجه غنديروا هي اننا غنستعملوا لاسيوس ديالنا نحولوا هذا البرودوي الى مجموع. دونك عندي اس ان كيساوي هادشي كما قلت لكم، كيكاف ان ال ديال اس ان كيساوي لا سوم ديال ال ديال داكشي اللي حدا البرودوي. داكور، دونك انا ال ديال اس ان كتساوي لا سوم ديال ال ديال او كا. او كا في هذه الحاله شنو هي؟ هي واحد بلس واحد على كا، يعني عندي انا ال ديال او كا يعني هي ال ديال واحد بلس واحد على كا. داكور، دونك غنحاول ما امكن نوحد المقام من الداخل، ال تولي كا بلس كا بلس ان على كا، وكنعرف ان ال ديال اعلى بي هو ال ان ناقص ال ان بي. داكور، يعني تعطيني ال ديال كا بلس ان ناقص ال ان كا. وهنا صراحه وصلنا لواحد المجموع اللي معروف بالنسبه للتلاميذ اللي شافوا لونسومبل ديال لي فيديو اللي كيخصو لي سوم، فصراحه غيكونوا عارفين هاد لاسوم هادي كيعرفوها مزيان، ولا هي لاسوم تيليسكوبيك، يعني سوم تيليسكوبيك. وباش نخدموها فالامر عادي، بما ان عندي هنا كا بلس ان وعندي هنا كا، فغنحاول ما امكن نردهم كلهم ال ان كا. داكور، يعني هاد كا بلس ان خصني ندير لها شونجمون دو فاريابل. داكور، يعني الا وضعت او كتساوي كا بلس ان، الا وضعت او كتساوي كا بلس ان هنا كا، ملي كتبدا كتبدا من واحد، ملي غتبدا او كتبدا او من واحد زائد واحد، يعني غتبدا من جوج، يعني كا كتبدا من واحد او كتبدا من جوج. والا كانت كا كتنتهي في ان ف او كتساوي او كتنتهي في ان بلس ان، يعني الا كانت كا كتنتهي في ان ف او كتنتهي في ان بلس ان. شونجمون دو فاريابل غنديرو غير هذا الاول، هذا الصوم، حيت انا عندي الصوم ديال الفرق كيتساوي الفرق ديال لي صوم. الا كنت عندي الصوم ديال ا زائد بي فكتساوي الصوم ديال ا ناقص الصوم ديال بي، وهو اللي درت هنايا. داكور، هو اللي عندي هنايا في اخر في الاخر ديال هاد المتساويات اللي درت بشكل متتابع. داكور، دونك ندير تغيير متغير غير في الطرف هذا، هاد الطرف هذا ما نقيسوش، حيت انا اصلا المهم عندي هو ان نردهم كاملين الينكا، نرد هنا الينكا ونرد هنا الينكا. داكور، باش تعرفوا من بعد علاش انا رديتهم الينكا كاملين، وجبت بلاصه راكم كتعرفوا، انا كنخاطب الناس اللي مازال ما شافوش الفيديو ديال ليسون. داكور، دونك غندير تغيير متغير في الجزء الاول في التعبير هذا كامل، في التعبير هذا قلت كا بلس ان كتساوي اي، يعني غتولي عندي الين اي. داكور، وقلنا كا كتبدا من واحد، الا كانت كا كتبدا من واحد او كتبدا من جوج، يعني غتبدا او من جوج. وقلنا كا كتنتهي في ان، كا كتنتهي في ان، يعني او غتنتهي في ان بلس ان. داكور، من بعد ما كندير تغيير متغير وكندير كاع لي شونجمون ديالي،
كندير كاع لي شونجمون ديالي هذيك او نقدر نرد هكا في اتونسيون، كندير شونجمون دو فاريبل كندير كاع التغييرات الممكنه، حتى كندير كاع التغييرات الممكنه هذيك او كتبقى سون فالور ما عندهاش قيمه، نقدر نوضعها هي كا هي بي هي اللي بغيت انا داكور، انا غنوضعها هي كا صافي، غتولي هي لا سوم من كا كتساوي جوج حتى الان بلس ان ديال ان كا صافي، عوض ديك او عوضها بكا داكور ناقص ال ان كا داكور. دابا انا رديتهم ال ان كا بحال بحال داكور، رديت ال ان كا هنايا ورديت ال ان كا هنايا داكور. من بعد اش كندير؟ كنشوف هاد لاصوم هادي مع هاد لاصوم هادي، هادو كيتشابهوا ياك ولكن لي زانديس كيختلفوا، هذا كيبدا من واحد هذا كيبدا من جوج، هذا كيسالف ان بلس ان وهذا كيسالف ان داكور. قاعده عامه فاش يكون عندكم الفرق ديال جوج ديال الدول اللي كتكون متشابهه، هنا ال ان كا ال ان كا في التحت كنبداو باكبر انديس، شنو اكبر انديس هنايا هو جوج، والفوق كنتهيو في اصغر انديس اللي هو ان، هنا ان بلس ان وهنا ان، اصغر انديس هو ان. قاعده فاش تكون عندي لاصوم ديال دو فونكسيون كي سون سومبلابل سومبلاب كيتشابو ال ان كا ال ان كا، لتحت كنبدا باكبر انديس ولكن لي زانديس مختلفين، يعني غادي نبدا باكبر انديس لتحت والفوق غادي ننتهي في اصغر انديس. شنو هو اكبر انديس هنا؟ هو كا كتساوي جوج، ولكن هنا عندي كا كتبدا من جوج وكتسالف ان بلس ان، وانا خصني ننتهي في اصغر انديس اللي هو ان داكور، يعني غنبدا من كا كتساوي جوج وغنسالف ان نتا ال ان كا، شحال خصني باش نوصل ان بلس ان؟ خصني ان بلس ان داكور، انا وقفت في ان ولكن انا لا سوم عندي ان بلس ان، يعني غادي نزيد لها ال ان ديال ان بلس ان. جو بونس الامر واضحه هنايا، عندي لا سوم كتبدا مناش من واحد ولكن انا بغيتها تبدا من جوج، حيت كنبداو هنايا لتحت باكبر انديس، يعني غادي نعوض كا كتساوي واحد هي ال ان واحد وغادي نبدا من جوج. الى عوضت واحد حيت هاد لا سوم هادي شنو هي؟ من كا كتساوي واحد حتى ال ان هي ال ان واحد زائد ال ان جوج زائد ال ان ثلاثه زائد ال ان اربعه حتى ال ان ان داكور، وانا بغيت نبدا من جوج غادي نعوضها بدا بواحد باش نبدا باش من بعد نبدا من جوج داكور، هي ال ان واحد زائد دابا غنبدا من جوج داكور، هي كا كتساوي جوج وهنا كتنتهي في ان، وداكشي اللي بغينا هو اصغر انديس هو ان ال ان كا. دابا شوف هذا كيتشابه مع هذا، هذا المجموعه هذا كا كتساوي جوج حتى ان ديال ال ان كا، هو هذا نفسه بيناتهم الفرق باش نختزل داكور، داكشي علاش كنبغي نوحد الانديس سواء لتحت سواء الفوق باش انا نختزل بهم داكور. وتبقى لي في الاخر ال ان ديال ان بلس ان ناقص ال ان واحد وال ان واحد هو زيرو، يعني في نهايه الامر غتبقى لي ال ان ديال ان بلس ان داكور، يعني الا كانت ال ان ديال اس ان، هاد ال ان ديال ان بلس ان راه ماشي هي القيمه ديال البرودوي، في اتونسيون هاد ال ان ديال ان بلس ان راه هي ال ان ديال اس ان، ها هي دي هنايا هي ال ان ديال اس ان، ال ان ديال اس ان كتساوي ال ان ديال ان بلس ان، هذيك يعني ان اس ان كتساوي ان بلس ان داكور. غتحيد هنا ال ان وغتحيد هنا ال ان داكور، يعني اس ان كتساوي ان بلس ان. نديرو طريقه ثانيه، طريقه ثانيه باش ان الامور توضح مزيان، يعني غنحسبو البرودوي بلا ما ندخلو لا ال ان لا حتى شي حاجه داكور، ولكن كتبقى لاسيس مهمه نتاع انك تحول جدا الى مجموع، فالقاعده كتبقى جد جد مهمه داكور. فبالنسبه للطريقه الثانيه غنستعملوا تقنيه جد مهمه، وهي واللي هي الا كان عندي البرودوي ديال اوكا على فيكا فكيساوي البرودوي ديال اوكا على البرودوي ديال فيكا، يعني بحال اللي كنشرح هذا البرودوي على اوكا على فيكا داكور، هذه تقنيه جد مهمه. دونك غنحسبوا حنا البرودوي ديالنا اللي مطلوب لنا، نحسبوه عندنا البرودوي من كا كتساوي واحد حتى الان ديال واحد بلس واحد على كا، دونك انا هاد واحد بلس واحد على كا خصني نكتب على شكل اوكا على فيكا باش نقدر نستعمل هاد الخاصيه هادي اللي درت في هاد لاسيوس هادي داكور. دونك الا واحد المقام غنلقى كا بلس ان على كا داكور، دابا انا طحت في خاصيه في لاسيوس ديالي في التقنيه، دونك هي اوكا على فيكا، شنو هي اوكا في هاد الحاله؟ هي كا بلس ان، وشنو هي فيكا؟ هي كا داكور، يعني غادي نشر هاد البرودوي، يعني غاتولي البرودوي الفوق ديال كا بلس ان على البرودوي ديال كا داكور. دونك غادي نحاول ما يمكن نبسط هاد التعبير هذا، يعني غنعوض الا كان كا كيساوي واحد عطاتنا واحد زائد واحد هي جوج داكور، الا كان كا كيساوي جوج عطاتنا جوج زائد واحد هي ثلاثة بيناتهم جوج، الا كان كا كيساوي ثلاثة عطاتنا ثلاثة زائد واحد هي أربعة، هي أربعة يعني جوج في ثلاثة في أربعة، والا كان كا كيساوي ان عطاتنا ان بلس ان مضروبة في ان بلس ان، يعني غير حوت البرودوي بسطو داكور، كتبت الدلالة ديالو شنو كيعني هادشي داكور. هنا في المقام عندنا البرودوي كيبدا من واحد، الا كانت كا كتساوي واحد تعطينا واحد، الا كانت كا كتساوي جوج تعطينا جوج، الا كانت كا كتساوي ثلاثة تعطينا ثلاثة بيناتهم جوج، والا كانت كا كتساوي ان فغادي نديرو نمشي بار ان، يعني غادي نمشي واحد في جوج في ثلاثة في أربعة حتى الان داكور. فنحاول ما يمكن نبسط هذا، هاد جوج في ثلاثة في أربعة حتى الان بلس ان راه هي نفسها واحد في جوج، غادي نزيد نضرب انا في واحد داكور باش نصنع واحد الخاصية داكور. الا ضربت انا في واحد تولي لي واحد في جوج في ثلاثة في أربعة حتى ال ان بلس ان، وشنو هو الجداء هذا؟ هو ان بلس ان فاكتوريال داكور، حيت ان بلس ان فاكتوريال هي ان بلس ان مضروبة في ان مضروبة في ان موان زان مضروبة في ان موان دو مضروبة في ان موان تروا، حتى علاش مضروبة في ثلاثة مضروبة في جوج مضروبة في واحد حتى لواحد، راه هو نفسو هذا داكور، يعني ان بلس ان فاكتوريال، وواحد في جوج في ثلاثة في أربعة حتى الان
هي ان فاكتوريال، حيت ان فاكتوريال هي ان في ان موان زان في ان موان دو في ان موان 3 حتى لا حتى لواحد، داكور؟ يعني هذا كيساوي ان فاكتوريال، وهاد ان بلس ان فاكتوريال هي ان بلس ان مضروبه في ان فاكتوريال، داكور؟ حيت ان بلس ان فاكتوريال هي ان بلس ان مضروبه في ان مضروبه في ان موان ان مضروبه في ان موان دو مضروبه في حتى لواحد، داكور؟ انا غندير ان بلس ان ياك مضروبه فاش في ان في ان موان زان في ان موان دو في ان موان 3، وهاديك ان في ان موان زان في ان موان دو في ان موان 3 هي ان فاكتوريال. جو بونس الامر واضح، هادشي تبسيط عادي كتعرفوه كاملين. دونك هنايا ان بلس ان مضروبه في ان فاكتوريال باش نختزل بهاد ان فاكتوريال، وفي نهايه الامر غادي يبقى اس ان كيساوي ان بلس ان، داكور؟ يعني حتى بهاد الطريقه تقدروا تلقاو الحساب بشكل اللي هو سريع. دونك انتم كما تنقولوا لمحكمتكم الموقره واسع النظر، اللي بغيتو اختاروها المهم هو انكم تلقاو نتيجه صحيحه، داكور؟ دابا ندوزو للمثال الثاني. المثال الثاني ما نقدرش نحسبوه بالتقنيه الاولى ديال المجموع، ضروري خصنا نستعملوا الطريقه المباشره، داكور؟ دونك نحاول ان كنستعمل التقنيه اللي قلت لكم هنايا، هذا سوس ديال البرودوي ديال يو على كا هو البرودوي ديال يو على البرودوي ديال كا. دونك هنايا شنو هو شرط لكم نحسبو؟ نحسبو البرودوي من جوج حتى الان ديال واحد ناقص واحد على كا او كاري. دونك باش نصنع كما عندي في لاسوس يو كا على في كا، فغنوحد المقام هنايا هي كا او كاري ناقص واحد على كا او كاري. دونك البرودوي ديال هادو غادي نشر البرودوي، داكور؟ يعني غادي ندير هذا برودوي ديال هذا على برودوي ديال هذا، ولكن عندنا كا او كاري ناقص واحد هي كا موان زان عامل لي كا بلس ان متطابقة هما، داكور؟ وعندنا دونك البرودوي ديال كا موان زان عامل لي كا بلس ان على كا او كاري هو البرودوي ديال هادشي الفوقاني على البرودوي ديال هادشي الثاني، داكور؟ والبرودوي ديال اف بي هو البرودوي ديال اف مضروب في البرودوي ديال بي. صراحة حسيت ما تفهمش التقنية هادي، ولكن راه باينة باينة هنا. كما درنا في لاسوس هنايا عندنا يو كا، شنو هي في هاد الحالة؟ يو كا هي كا موان زان عامل كا بلس ان، وشنو هي في كا؟ في كا هي كا او كاري، داكور؟ يعني البرودوي ديال داكشي في الوسط على البرودوي ديال داكشي في المقام، متفاهمين؟ داكور. دونك البرودوي ديال كام موان زان عامل لي كا بلس ان هو البرودوي ديال كام موان زان مضروب في البرودوي ديال كا بلس ان، صافي؟ هادي خاصية. البرودوي ديال اف بي هو البرودوي ديال اف مضروب في البرودوي ديال بي، داكور؟ على البرودوي ديال كا او كاري، داكور؟ والبرودوي ديال يو كا او كاري هو البرودوي ديال يو كا لكل او كاري. راه درتها خاصية انا باش ما نسبقوش الاحداث، ماشي مشكل، راه درتها انا في الاخر ديال لا فيديو هنايا. غابي عندنا البرودوي ديال يو كا، الا كان عندنا البرودوي ديال واحد الداله او كاري هو البرودوي ديال ديك الداله لكل او كاري، صافي؟ هو اللي درت هنايا. هنايا الا ثبتوا معايا مزيان، هنا البرودوي ديال كا او كاري شنو هي يو كا في هذه الحاله؟ هي كا، داكور؟ البرودوي ديال يو كا او كاري هي البرودوي ديال يو كا لكل او كاري. يعني هاد او كاري نقدر ندير واحد القوس كامل على البرودوي، يعني البرودوي ديال كا لكل او كاري، داكور؟ وهذا البرودوي ديال كام موان زان الى عوضت كام بجوج تعطيني جوج ناقص واحد هي واحد، داكور؟ الى عوضت كام بثلاثة، ثلاثة ناقص واحد هي جوج مضروبة في جوج، الى عوضت كام بثلاثة بأربعة، أربعة ناقص واحد هي ثلاثة مضروبة في ثلاثة، حتى لاش حتى الكا كتساوي ان، حتى الان موان زان مضروبة في ان موان زان، صافي؟ وهنا الى عوضت في هذا البرودوي كا كتساوي جوج، جوج زائد واحد هي ثلاثة، ولا عوضت بثلاثة، ثلاثة زائد واحد، ثلاثة زائد واحد هنا هي أربعة مضروبة في أربعة، ولا عوضت كام ان هي ان بلس ان مضروبة في ان بلس ان، صافي؟ وهذا البرودوي ديال كا غادي نحاول ما امكن نبسطو. هذا البرودوي ديال كا كنا شفناه قبيله، ها هو دار هنايا في السؤال السابق. البرودوي ديال كا ها هو درت حنا في المقام بقينا بشحال كيساوي؟ بقينا كيساوي ان فاكتوريال، داكور؟ دونك البرودوي ديال كا الكل او كاري هو ان فاكتوريال او كاري، جو بونس امور واضحه، داكور؟ دابا ان فاكتوريال او كاري في المقام صافي سالينا معاه، ولكن في البسط عندنا واحد المشكل، هو ان هنا 3 مضروبه في 2 مضروبه في ان بلس 1، كيفاش غنحسبوا هادشي؟ اش غادي ندير؟ غادي نضرب هنا 2 ونقسم على 2 كما درت انايا. هاد ان هاد ابدا هاد 1 في 2 في 3 حتى ان موان زان هي ان موان زان فاكتوريال، حيت ان موان زان فاكتوريال هي ان موان زان مضروبه في ان موان 2 حتى لواحد، داكور؟ يعني هاد الجداء كامل هو ان موان زان فاكتوريال، داكور؟ وبالنسبه لهاد الجزء الثاني في الجداء 3 في 4 مضروب حتى ان موان ان بلس 1، غنحاول ما امكن كما درت انا نضرب في 2 ونقسم على 2، ما درتش حتى شي حاجه ياك. وهاد جوج في ثلاثة في ربعة حتى الان بلس ان هي واحد في جوج في ثلاثة في ربعة حتى الان بلس ان هي ان بلس ان فاكتوريال، داكور؟ حيت ان بلس ان فاكتوريال هي ان بلس ان مضروبة في ان مضروبة في ان موان زان مضروبة في ان موان دو حتى لواحد، داكور؟ حاولت نزيد هاد جوج هاديها باش تكون ان بلس ان فاكتوريال، التعبير ديالها هو هذا نفسه، حيت لو بديت من ثلاثة فخطأ، إلا كنت عندي ثلاثة في ربعة في خمسة في ستة حتى الان بلس ان ونديرها كتساوي ان بلس ان فاكتوريال، لا، حيت ان بلس ان فاكتوريال كتوقف حتى لواحد، داكور؟ هنايا جوج وخلاص، واحد الا ضربنا في واحد ما كيغير والو، زدنا ولا نقصنا حيد كان ولا ما كانش ما كاينش حتى شي مشكل، غير كان خصني نبدا من جوج، الا كان بادي من جوج فجوج في 3 في 4 حتى ان بلس ان هي ان بلس ان فاكتوريال، داكشي علاش ضربت في جوج وقسمت على جوج، داكور؟ دونك
هذيك جوج غنحاول ما امكن نهبطها لتحت كما درت انايا، جوج في ان فاكتوريال كل او كاري، وتبقى لي هنا ان موانز ان فاكتوريال مضروب في ان بلس ان فاكتوريال. داكور، هاد ان بلس ان فاكتوريال كما درنا في المثال الاول هي ان بلس ان مضروبه في ان فاكتوريال. غنختزل مع واحد ان فاكتوريال هنايا، حيت انا عندي ان فاكتوريال او كاري، غنختزل واحد ان فاكتوريال هنايا كما درت. داكور، هنا غتبقى لي هنا ان فاكتوريال. داكور، وشنو ان فاكتوريال؟ هي ان في ان موانز ان فاكتوريال، ياك ان فاكتوريال هي ان في ان موانز ان في ان موان 2. انا بغيت نوقف غير في ان موانز ان، يعني هي ان مضروبه في ان موانز ان فاكتوريال. جو بونس هادشي كتعرفوا كاملين. داكور، هنا راه اختزلت واحد ان فاكتوريال، غتبقى لي ان فاكتوريال، وان فاكتوريال هي كما درت انايا هي جوج عامل لان في ان موانز ان فاكتوريال. داكور، دونك هاد ان موانز ان فاكتوريال نختزلها مع ان موانز ان فاكتوريال الفوقانيه. داكور، يعني في نهايه الامر تبقى لي ان زائد واحد على جوج ان. دونك في نهايه الامر فك ان كتساوي ان بلس ان على جوج ان. داكور، فامر بسيط كيقتضي انك تعرف غير الخاصيات والحساب. فراه الحساب ديالكم صراحه انا ماشي مطالب انني نشرح لكم الحساب، حيت راه انتم كتعرفوا كل شيء، راه كنخاطب فئه اللي هي متفوقه الحمد لله. داكور، كما قلت لكم هنايا فضروري تردوا البال. هذه هاد البرودوي ديال ك اوكاري هو البرودوي ديال ك الكل اوكاري، هذه خاصيه وعرفتي نوع القضيه، خصكم تردوا لها البال بزاف في لي برودوي. كنقولوا ان لا سوم نتاع واحد العدد ثابت هو ا مضروبه في واحد الداله يو ك، هو داك العدد الثابت كنخرجوا براديالاسيون، ما عندناش مشكل الا كان عندنا جداء ماشي مجموعه، الا كان عندنا جداء ديال العدد الثابت مضروبه في واحد الداله. داكور، داك العدد الثابت ما كيتعلقش بالمتغير ك، حيت ك هو المتغير كنخرجوا خارج المجموع وكنضربوا وكنديروا لاسوم ديال يو ك. الور كو في البرودوي راه ما يمكنش تقول لي مثلا البرودوي ديال ك ك كتساوي واحد حتى الان ديال ا يو ك، هو داك ا بما انه ثابت نخرجوا خارج البرودوي. لا، هذا راه خطا كبير. داكور، هنا ما تخرجش، ما تقوليش ا بما ان ثابت ما عندوش علاقه بلا فاريابل هي ك، دونك ا غنخرجو برا ديال البرودوي، ما عنديش مشكل، وتولي ليا هي ا مضروبه في البرودوي من ك كتساوي واحد حتى الان ديال يو ك. لا، حيت الا شفتوا هذا البرودوي هذا شنو هو؟ هي هو ا نعوضو بواحد مضروبه في اي واحد مضروبه، وعاوتاني ا بما ان ثابت ا مضروبه في اي جوج مضروبه، وحتى تلاش حتى الك كتساوي ان مضروبه في ا في اي على بيسونس في اي انديس ان. داكور، في ان ديس ان، دابا عندي اف 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 شحال مره ان موان زان بلس ان، عدد الحدود شنو هو؟ هو ان موان زان بلس ان. داكور، دونك شنو هو بما ان عندي جوج، يعني اف 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 شحال مره ان موان زان بلس ان، يعني ان فوا، يعني ا اوس ان. يعني الا كانت عندك شي ثابته مضروبه في اوكا، هذيك الثابته خصك تخرجها وترفع على اوس عدد الحدود. خاصك تكونوا سمعتوا مزيان هادشي اللي قلت. الا كان عندك برودوي ديال واحد العدد الثابت مضروب في واحد الداله، داك العدد الثابت كتخرجوا برا ديال البرودوي وكترفعوا اس عدد الحدود اللي هو ان موان زان بلس ان. يعني هي تكون عندي ان ا اس ان مضروب في البرودوي ديال يوكا في لاسون. الا كان عندي عدد ثابت مضروب في يوكا كنخرج داك العدد الثابت، ما كانش عندي مشكل، صافي ما كانش ممكن كنخرجوا ما كنرفعوا على اس حتى شي حاجه. ولكن في البرودوي الا كان عندي برودوي مكا كتساوي واحد حتى الان ديال ا يوكا، فهذاك ا كنخرجوا وكنرفعوا اس عدد الحدود اللي هو ان موان زان بلس ان، يعني ا اس ان في البرودوي ديال يوكا. هذه صراحه كان ضروري انني نشير ليها باش بحال ما عندكم ما يطيحش في هذا الغلط هذا. داكور، دونك حاولت ما امكن نشرح لي برودوي بواحد مجموعه واحد جوج ديال التقنيات اللي هما جد مهمين، وجو بونس هادو هما التقنيات اللي كاينين مهم اللي غادي يكونوا في حساب لي برودوي، حيت ما يمكنش نعطيكم شي حاجه اللي هي مستحيله. داكور، الا كنتو عارفين هاد جوج التقنيات فجو بونس تقدروا تخرجوا اي برودوي كما كان النوع ديالو. داكور، دونك وصلنا صراحه لنهايه الفيديو، وكنتمنى يكون هاد تكون هذا الفيديو مفيده لكم بزاف، ونكونوا حلينا المشكل اللي كان عند مجموعه ديال التلاميذ فيما يخص العرض والفهم ديالهم لهذا البرودوي. دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.